مرحبا شباب، الله يسعد كل اوقاتكم. طبعا بهذا الفيديو حابب اعرض 5 تمارين لعضلات البطن. هدف من هذا الفيديو انه يستفيد ولو شخص واحد منكم، اقل ما فيها بكون انا فدت حدا. تمام، هذه التمارين انا بتمرنها بشكل دائم عند اداء لتمارين عضلات البطن، استفدت عليها صراحة، راح افرجيكم النتائج. طبعاً هذه التمارين ما بتضمن لك انك انت تطلع السكس باكس بشكل مباشر، يعني لو انت اديتها لشهر انه يطلع لك او تظهر عندك عضلات السكس باكس، عضلات البطن، من دون نظام غذائي جيد. طبعا بيسكلي بشكل اساسي النظام الغذائي هو اهم شيء انت ممكن تتبعه لاظهار عضلات البطن، ولكن هذه التمارين ايضا بتساعدك. تمام، بتساعدك انك انت تظهر عضلات البطن. راح اعرض لكم اياها واحط بعض الشرح عليهم، وايضا راح احط باختصار شرح جنب الفيديو، حتظهر بانر هيك بتوضح شو اسم التمرين وشو العدات وشو الجولات. تمام، اوكي شباب، نبدا بتمرين الماونتن كلايمبر. هذا التمرين بامكانك انت تستخدم كتمرين احماء. تمام، اعمله 3 جولات ب10 عدات. التمرين الثاني تمرين سيت ابس، تمرين كتير اساسي لتمرين عضلات البطن، بامكانك تأدي 3 جولات ب12 عدة. كتير تمرين اساسي، كتير تمرين مهم، كتير تمرين رائع. تمرين الليجز بولز ان، هذا التمرين بامكانك تأدي 3 جولات 12 عدة ايضا. طبعا يا شباب هذا التمرين الفلاتر كيكس تمرين كتير رائع، لكن هو بحاجة لشوية تركيز، طلوع ونزول. كل ما تطلع رجل الأعلى الرجل الثانية بتتبعها، كل ما تنزل الرجل الأسفل الرجل الثانية بدها تتبعها. اعملوا 3 جولات ب12 عدة، تمرين كتير رائع وممتاز. Thank you.